مساء الخير كيف مسيت ان شاء الله طيبين هن في البيوت وهن في المعابر وهن في الغربة ان شاء الله طيبين والصامدين البواسل في الخنادق ان شاء الله طيبين جيش مساء الخير سلام عليك يا جيش سلام على الناس الصامدة في الجنينة وسلام على الناس الصامدة في الخرطوم في بحر في سوبة في مبدة في الصافية في الشعبية في كافوري شارع الستين الصحافة جبرة احنا نشغل الغنى بتاعت العربية ديك صح كيف مسيتوا ان شاء الله طيبين كلكم ان شاء الله ما في زول عنده عوج يا اخوانا ان الله انه يحفظكم بخير ما حفظ به الانبياء والمرسلين ربنا يحفظ السودان ان شاء الله من الوباء والغلاء والخونة والعمل الكل يوم بتكشف قدامنا الحمد لله على نعمة البصيرة قال انت بتكره الدعم السريع بتكره الدعم السريع ليه سؤال سؤال انت بتقرا الدعم السريع ليه؟ في لايف للعميد اركان حرب طبيب طارق الهادي قال انه الدعم السريع انشئ بقانون وتم اعداده وتدريبه وتاهيله وبعدين تمرد يعني ما في زول كان عارف راح يتمرد احنا قال صنعناه يقوم بدوره ومر بكل الشروط العسكرية والتازة ووضع تصور القوات المسلحة نفسها وهي الصناعة وبعدين تمرد على كلام جميل احنا بنكره الدعم السريع ليه طيب هناك هناك مبارح سألنا قلنا زول البياكل رز جاوب في زول في تعليقات جاني سكرين قال هو بياكل رز يدخل اخوانا تم... <تصفيق> <تصفيق> تعملوني دستور كمان صرف نازل وبتاع خلوا الخلع بتاعتكم دي يا اخ، برانا قاعدين على الهبشة. بنكره الدعم السريع ليه احنا؟ بنكره الدعم السريع كيان القوات اللابسة كاكي بتاع دعم سريع ولا الحتة الجات منها وتصورها والبيئة حقتها والتركيبة النفسية وال... احنا بنكره شنو يعني؟ احنا بنكره الدعم السريع أساساً. في الأربع سنين اللي شاركنا فيها في السلطة يا حرية وتغيير بنكرهه. وفي ال 30 سنة أو 13 سنة اللي أنشئوا الجيش إحنا بنكرهه برضه مشكلتنا شنو مع الدعم السريع؟ دي الحاجة الأولى فالسيد العميد يتكلم إنه الدعم السريع أنشئ بقانون وتدريب وتأهيل عسكري رفيع المستوى صحيح لكن أنشئ الدعم السريع على انقاض كرامة القوات المسلحة نعيد تاني في دول قامت فيها حضارات وحكومات ديكتاتورية وبعدين الدول دي مواطنينا كانوا منكسرين حاضر لانه انت بتنشئ جيشك بذل شعبك فالقوات الدعم السريع انشئت على انقاض كرامة القوات المسلحة ما كنت حتقدر تغنع زول جاي من كابويتا توريت لف الجنوب ده على رجل ومخلي اولاده سبعة سنة تمانية سنة ضابط تيجي تقول له يا اخي خلاص اقعد في العمارة الكلادين القزاز المظلل هاك دي سوناتا هاك دي اكسن جبنا لك من جيات غيرنا لك الكاك بتاعك مطلعينك دورة روسيا مطلعينك دورة ما كان بيعرف الكلام ده كان فاهم انه الكاك بتاعه الاخضر ده وشايل الجيمسري حقه والبوت اربع شهور ما بطلعه ده الجيش السوداني بتخرجوا دفعة مع بعض ما بشوفوا تاني ما بتلاقيه إلا في يوم التخريج الدفعة كلها بتموت بتستشهد فجاء قال لهم يا أخي هاكم دي سلفيات مباني هاكم الجوية نعمل لكم في شكل طيارة بيلعب مع الجيش ده انت بتقوم قوة بعدين جاء قال لهم يا أخي دارفور دي ما تمشوا ما قتال لا لا ما تمشوا حنودي بدلكم الأولاد ديل افتحوا لين باب الغياده يا اخي ده ما دخل معي كليه حربيه حيوه كيف تحيوه يا زول تحييه ما عجبك خدت الكاكي بتاعك ده خارج يا زول. خدت الكاكي بتاعك ده تخارج يا اخي ده زول عمره 27 سنه مديه عقيد انت ممسكه اداره النيل الابيض يحيوه كيف الزول ده مقدم 14 سنه من 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 صاقعه كيف فقامت القوات بتاعت الدعم السريع انشئت على انقاض كرامه القوات المسلحه ده ما هو انت اعاده تاهيل شنو المصطلحات اللي بيقولوا هو كسر كسرن كسر القوات المسلحه كسر القوات المسلحه لما تجيب لون شافع لواء يحييه وما بتحييه كيف؟ بتشاد برا اي معركه عسكريه بين الجيش والدعم السريع انتصر الدعم السريع بمسانده قيادات القوات المسلحة ما انتصروا لضباطهم وكثير من الحالات احنا بنسمع انه مدير المخابرات العسكرية مسكوا الدعم السريع ضربوا عميد مضروب بتجي صور بتجي مشاكل في الشارع بنشوفها ملازم نقيب بيشوتوا برا فدي قامت قوات الدعم السريع على انقاض كرامة القوات المسلحة دي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده خدتها بالجنبة الموضوع بقى ما عسكريه يعني القوات المسلحه بدعايه للدعم السريع ده انه عدو لكن ما في طريقتها مقيد ولما تبدا تتكلم يعني اعلى رتبه في القوات المسلحه رئيس هيئه الاركان عمليات عبد المطلب ده رئيس القائد العام فريق اول قالوا عمل محاوله انقلابيه الحقق معاه وسرب الفيديو الدعم السريع كان حميتي قاعد بيتكلم معاه وداك بصوره مرتجفه فدي صوره ثانيه هنا القوات المسلحه انت لو درت تقهر شعبك بتتعامل بالكرام احنا ال 30 سنه مع البشير دي النظام بتاع الانقاذ في مرحلة ما وفر للناس وظائف، وفر للناس عربات، البنوك بدأت تشتغل، سلفيات هاك مزرعة هاك ما أعرف إيه بتاع عمل لك شركة تعال نشتغل طوال بدوك كان الموضوع لكن كرامة الشعب السوداني كانت في الواطة لأن أنت بتكون ماشي في الشارع مع أولادك ما معروف تمشي وين وبتين وبلا سبب فنان بس فنان تشاكل معه بده التاتشر الابيض بتلقى روحك مف بعد شوية بتلقى روحك انه جابوك في قضيه سياسيه يا معلم في شنو يا اخي انا مع فنان لا لا يا زول انت عندك ارتباطات برا دي اسمها انت بتلعب على كرامه شعبك المعركه دي عشان كده اسمها معركه الكرامه ما موضوع الدعم السريع اسمع 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 الموضوع ما الدعم السريع الموضوع ما الدعم السريع احنا ما بنحارب في جنود الدعم السريع هسه احنا بنحارب في 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 استعاده الكرامه حقت الشعب السوداني هو العمل الدعم السريع ده الزول اللي احنا قلبناه وقلبناه عشان البلد ما تصل للمرحله دي بعد اربع سنين من ذهابه البلد وصلت المرحلة ذاتها واسوا وماشي ابعد كمان احنا ما بنحارب في الدعم السريع ده احنا بنحارب في احزاب صنعتها 30 سنه كانت بتعارض في نظام الانقاذ النظام الدكتاتوري بيعرفوا كيف بالمعارضه الضعيفه يعني ما ممكن المفكر الفيلسوف صادق المهدي ما لاقي طريقه يصدق بها النظام اللي آه 30 سنه بيتعارض فيهم يا صادق المهدي 30 سنه بيتعارض فيهم ما عارف تحرك شارع ما عارف تحرك قواتك ما عرف تتعامل مع المجتمع الدولي ما عرف تنشئ حكومه بديله ما عرف تحرك موكب 30 سنه ده النظام ال... اي نظام دكتاتوري لازم تكون عنده معارضه صانعه ما في اثنين ثلاثه كل الاحزاب دي فيها قيادات في الشارع فيها كوادر حزبيه في الجامعات فيهم الناس ثوريين الكلام ده ما بيقع عليك لكن بيقع عليك لما تبدا في المناصب وتاخد حاجه يعني خالصين لك ده انت كنت بتسمعه في جامعه الخرطوم زول ثوري صح وعمل لك اه اه عمل لك اه كيان ثوري في جامعه الخرطوم اتحاد ثوري في زول بيشكك في نضال خالد ما انت شايفه معتقلوه قدامك لا يمكن تتصور ان ده خالد اللي بيقول لك قوات الدعم السريع ما تطلق على مليشيا دي قوات محترمه وعندها قياده وعندها قانون ده خالد ذاته ما ممكن تسمع الكلام لانه قبليها كان في الشارع زول صايع ثابت كادر ما عنده قيمه يعني فلما اخذ المنصب ارتبطت معه علاقات خارجيه ارتبطت معه مسؤوليات ارتبطت معه صفقات ارتبطت معه تنازلات كلامه متغير دي معارضه ما ما في نظام لا ما بتقنعني انت يعني ابتقني حسي احنا 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 يعني قدرت اغير الانصرافي بتاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يمكن طبعا ما له ما قدر على النظام اللي يغاز وشاركوا في النهايه وبعد ما شاركوا حسي اتكلم الانصرافي يسكت محمد عثمان المرغني اتكلم الانصرافي يسكت محمد عثمان المرغني في موقف زي ده والله يا صرفه هو عيان عيان كان في الاطار عيان ما كان عيان في الاطار ايان يا صرف يا اخي ظروفه كان كان في الامارات قبل الاتفاق اللي طارد ساق اولاده قعد شهر يعني لأنه يعني لو ما قلتها في الاعلام انت يا محمد عثمان مرغني كان عيان يا صرف كان عيان لما جه داخل دخل ثلاثه اولاده دخل بين في الاطار ثلاثه صر... صرفات واحد مع الجيش واحد مع الدعم السريع واحد مع الاحزاب وصوره حفيد وقاعد مع مستشار الدعم السريع وخالد السلك وقاعد معهم فوكلر لف الدنيا كلهم مطقمين ازرق بالنسوان ذات متجمين مطقمين ازرق يعني تلفون بالترتيبات اسمع تعال لابس بلو يا صاحبي ليل يوم البلو ما قادر يتكلم يعني؟ ده ده, ده موقف السكات وراجل شنو؟ وحزب الاتحاد راجل شنو؟ راجل الموضوع يرسى وين بعدين نظهر، عمل لي عليك الله خيمه سريعه كده لما المساكين دول وقد قال رسول الله في آل البيت وان تمسكوا بآل البيت والكتاب وقد تركت فيكم اه اوكي حاضر. لا كلام جميل والله، كلام جميل جدا جدا، اسمع العربي ده يا جنا. احنا بنكره الدعم السريع لانه احنا الان بنحارب في في مرحله من حياتك ربنا سبحانه وتعالى بديك فرصه انك تختبر المعاني الحقيقيه اللي اتخلقتها واتوجدتها عشانها مرحله في حياتك لازم تجرب احساس الظلم مخلوق جواك انت ما جربته قبل كده ممكن حياتك دي كلها تكون ظالم واحنا ندعو ولا يستجاب لنا يا صرفه ما بين نزول راشد ما بين نزول تقي ما بين نزول ربنا استجيب دعوتي فكنا من الازمه دي عاملين لنا فانا صلي انت ولا مره ربنا استجيب لي دعاكم الحمد لله ما قاعد يستجيب لي دعاكم. نعم الحمد لله ما بيستجيب لنا ليه وانت ضمنك شنو انه في البدايه عليك أه؟ ما كانت الدنيا دي انقرضت ده ما هنا في ميزان الهي جيت ماشي في الشارع أنت اللي زول حجرته قدام مرته ما من الشارع يا حيوان كسرته كسرته قدام مرته ده في اللحظه دي بدون ذنب تخيل دعوه زي دي وانت كسرته قدام مرته واطفاله قاعدين يعني تعملوها ولا ما بتعملوها يا يعني بتاع الحفله يا بليد ما شايف اللاند كروزر ده 23 دي باسرتك كلها دار تخديشه ودعي عليك الزول ده وانت بهناك خالك ولا عمك ماكل ورثك داعي عليه وانت الموضوع ده احنا دا هنا في اله في عداله الهيه استجيبوا لدعوتك على عمك يموت وبتاع الحافله ادعى عليك ان شاء الله تنفجر وتتحرق ما هو دعى عليك انت ظلمته فهنا في موازنه اول حاجه في موضوع الدعاء ده نصبر وتكون انت ضامن انك انت ما عامل لك عامله بطاله في امك عاق امك قفلت الباب ده عقوق غضب الرحمن الله عز وجل ينتصر لامك بيوديك في ستين داهيه هو بياخرك يديك مساحه تستغفر وتوب ويغفر لك وده دعوة المظلوم، فهسي احنا الظلم ده كلنا عايشينه الآن، والله احنا صرف ما في ظلم لكن بس احتلونا، لا في ظلم يا زول، مظلوم انت حسي، احنا مظلوم يا زول، ما مظلوم كيف؟ اللي احنا الوضع اللي فيه ده ظلم واضح وتكاتف وتحالف من الكوكب كله ضدنا لازم تفهم الحاجة دي. لازم تفهمه احنا بنكره الدعم السريع لانه احنا بنواجه في الاحزاب اللي بنواجه في مشروع ما العسكري بتاع الدعم السريع الراكب موتر ده هو ما عارف نفسه بحارف في اصلا ولا يمكن تقنعني ان انت صابر قاعد في الخرطوم بتقاوم عشان بس العسكري بتاع الدعم السريع ما يدخل بيتك ولا النيجرز اسرق ذهب مرتك لا لا اللي بيخليك تضحي بروحك وتقعد وتخاطر باولادك وتحافظ على 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 بيتك وتساهر الليل كله انت واقف مع اولاد الحله اكبر من ذهب المرأة واكبر من انه عسكري يدخل. طيب انت في بتفتش في حاجه في انتصار كبير، انتصار حتحس معناه وجواك وبيجي زي ما جربت الظلم ده حيجي الانتصار عشان تحس طعمه، حتعرف نفسك نجحت كيف لو ما وصلت الخط النهايه. ما هو لازم تصل عشان تعرف انك انت خلصت الامتحان ما حيحصل. ما في زول بيموت بدون ما ينتهي من الامتحان حقه بالمناسبه يعني مهما كنت قاعد في الكوكب ده ضيف عالى يعني مزهريه كنت في صحراء سيبيريا او في ادغال غانا في النهايه انت الحياه دي لازم تكتشف انك انت براك حتعرف الحاجه دي واختبارك براو بتعرف انه قبل ما تخش غبرك ده بتعرف يعني كله بيتبين لك احساس الظلم ده احنا حاجات متراكمه البقاتل عنده حاجاته والمقتول عنده حاجاته والبدافع حسي عنده حاجاته احنا بنكره الدعم السريع لانه قام على انقاض كرامة الشعب السوداني ما كنا محتاجينه كان في قوات مسلحة وفي شرطة لكن جاء زول خطفه قراصنا وعلاه واداه صلاحيات احنا بنقاتل في الدعم السريع وبنكرهه لانه البشير اداه فريق البشير الناس القاتلوا معاه ونزلوا معاش دفعته ذاته نزلها معاش البدو معاهم مجلس غيات الثوره شاتهم برا بقوا كلهم مجاني ما عارفين ياكلوا ويشربوا من وين ولا شغال بهم الشغل جاب لهم الجنة ده ذهب ذهب البلد كان عنده انه يحرس نفسه من الشعب السوداني بتاشيرات الدعم السريع ولا يوفر عربات اسعاف لكن النظام بتاعه لما يقعدوا يتكلموا وبقول لك انتوا ما فاهمين حاجه والله طلعتوا أنتوا ما فاهمين حاجه أه؟ قاعدين كنب ساي طلعتوا انتوا اجينا الضام بوي جاي ساق ساق البلد وداها في 60 داهيه وهوانا احنا انه يعني المساله بتاعت الضام بوي دي يعني كثير هسي بيطلعوا بمجد شخصيه حمتي يقول لك هو راعي ودي مهنه الرعي حقت الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا احنا صلوا على محمد يا اخواننا صلى الله عليه وسلم. المسأله بتاعت الرعي دي انت المهنه دي يعني ركز الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرف مهنه الرعي ومهنه الرعي ما بيشرف النبي، واحد ما لانه هو رعى غنم خلاص هو حميدتي ما كان راعي غنم اصلا. نعم حميدتي معلش المفاجأه أنتم عارفين ما عارف حميدتي ما راعي غنم. حميتي طبيعته وحياته إنه بتصل 15 سنة عندك مراح، حميتي كان بيسرق الغنم، حميتي حرامي أصلاً 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 بدايته زول قاطع طريق بعدين انضم للدفاع الشعبي وتغننت عمليته بقى يحرس الغوافل الماشية في الشارع يا أسرقك يا أحرسك واحد في الاثنين أحسن ليه اديك أتاوه من الأول توصلني من زالنجيل لحد الجنينة بي كم يا حميتي والله باخد فيكم عندكم كم شاحنة ستة زيت واي أربعة اتنين ناس سفنجة دبل بوت وخلاص باخد في الراس 200 ألف والله 400 ألف آخر كلام بياخد 400 ألف وبيمشي يا يمشي قصليك لك قدام ده حميتي حميتي ما كان رايح عشان تنسب ليه ولا حميتي قاطع طريق حمتي نهاب حمتي ما جابوه من خلوه ولا جابوه من مسجد ولا جابوه من جامعه ولا جابوه فرع من قبيله حمتي جابوه من الشارع ما تنسي بالمسألة بتاعت رعي الغنم لو برع غنم ده ما بيعمل في الناس كده البرع غنم الغنم, الغنم بتعاملك مع الحيوان ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بداها وسيدنا موسى بداها ليه برعية الغنم ما هو ده تربية ذات جزء من التربية والكبر أه لما كان جبريل بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أخي أه ربنا خيرك تكون ملك نبي ولا تكون عبد النبي فقام أه سيدنا جبريل قال له يا محمد كن عبدا نبي وفي خيار ثاني طبعا سيدنا سليمان ما كان نبي وملك نعم كان ملك سيدنا سليمان تخيل ملك سيدنا سليمان لم يؤتى لأحد جاء دول الرسول صلى الله عليه وسلم كان حدوها عشرة خمسة أضعاف أضعاف فكانت تربية حميتي ده زول رعى غنم ده زول سرقوا ما هو انت بتشوف جماعته ديل كل يوم ضابح له ستة خرفان ما خلوا ما خلوا حيوان أليف في الخرطوم دي قاعد ما قتلوا ده ما زول بيرعى غنم ولا بيتعامل معه به بي ده زول لما نيجي يتكلم يقول لك البلد دي ما بيسكن فيها الا الكدايس في حيوانات اليفه ثانيه ما تذكرها ولا جاب سيرتها ولا عارف الكدايس بتقعد وين وعارف الخراب اللي حيعملوا معناه وشنو عدم نفاخ النار جدت فعليا هو فاهم بيعمل في شنو ده ما كان راعي ما تقعد تلفوا ليه كلام كثير ولا سلوك راعي ولا اخلاق راعي اصلا اذا كان فيها شرف والمهنة دي فيها عزة وشرف وفيها أخلاق رفيعة إنك تتعامل مع الحيوان معناها تتعامل مع الإنسان كيف وتكسر فيك الكبر وتكسر فيك الرياء وتكسر فيك وتخلي عندك باك جراوند ما عنده الكلام ده ده وصلوا لنا القصر الجمهوري خطف راسنا لما خطاه في راسنا الزول ده وجهات اللي دعمتهم من برا وغيره كسرت ما تبقى من كرامة الشعب السوداني شكرا فحس إحنا منتفضين على الحاجة دي إحنا ما موضوعنا الدعم السريع حسي وبس لا 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 الموضوع ده اكبر من كده والناس تفهم الحاجه دي دي ما معركه دعم سريع ولا معركه بيتي ولا معركه عربيتك ولا معركه ذهبك لا لا معركه اكبر من كده معركه ان الشعب ده يقوم ويجيب على حيله ليوم الغيام خلاص اسوأ من كده ممكن يحصل شنو للشعب السوداني في ثلاثة شهور ممكن يحصل شنو ممكن يحصل نصل يا مرحله احنا جبيلنا بالمرحله بتاعت ال... بعد الثوره انه حكمنا حمدوك ما بنعرفه حمدوك قال انا ما بجي ولا الاعتصام قاعد ما كلكم عارفين كون اللجنة اللي فضل الاعتصام طلع فيها الماده 12 سنه 1958 شغلت لك تسجيل الجزول امبارح دي كارثه المفروض التسجيل حق الجزول ده يلف لانه لما قالوا صرفه قالوا صرفه يا اخي فيلول بعادي في لجنه التمكين وعادي في لجنه فضل الاعتصام كل يوم كنت بطلع لايف بقول يا اخواننا لجنه اديب اللي بمدد لها منه حمدوك بمدد ليه بناء على شنو بيحرس فيها طلعت اللجنه دي انه في النهايه اقواله ما بتشتغل في المحكمه طيب هو نبيل عمل شنو نبيل لما الادله كلها وجا في النهايه قبل الحرب دي او اول يوم في الحرب قال في جهاد عسكريه اخذت مني كل الدلائل ده, ده عشان كده حسي بيصطادوا في الشهداء وبيصطادوا في بيوت الثوار وبيدخلوا يقول لك ده البيوت كيزان ما دي المستندات اللي اخذها نبيل نبيل معلش يعني انت انت شريك في الموضوع اذا انت عارف نفسك انه لجنه فضل الاعتصام والتحقيق حقتها لا يؤخذ باقوالها في المحاكم شنو يعني ان لجنه اديب دي لما انتصل لنتيجه انه الفضل الاعتصام حمدوك او جبريل او حمدتي او البرهان مشيت المحكمه قلت تقدر نجيب حق الشهيد محمد مطر بناء على اللجنه دي وتغريره السلام عليكم يا اخي محكمه هاي يا اخي ممكن تستدعوا لي البرهان ما البرهان والله يا اخي اللجنه حققت وقالت البرهان هو الامر بفضل الاعتصام القاضي حيشيل التقرير بتاع دي بيشرطه لك في وشك ويدعوا لك يقول لك الماده 12 الان بيع حمدوك اللجنه دي مكتوب فيها لا يؤخذ باقوال اللجان دي داخل المحاكم ولا تدين بازول طيب استفادوا شنو من الحاجه دي استفادوا انه عملوا احصاء لكل الفيديوهات اللي بدينا الدعم السريع كلها الان مظلله كلها الان في اليوتيوب ما بتشتغل لك مسحوا كل الداتا كتبوا اسماء الناس المشاركين واصلوا في كسر عزيمة الشعب السوداني بعديها انتهينا من فضل الاعتصام وقوة الشعب السوداني ومطالبته بحقوق الشهداء جا قالوا لي نحن نوقع معاهم وبعدين نمشي كسرونا في الباقي احنا طالعين من ثورة متوحدين احنا شعبي واحد كنا كل السودان واحد كنا قادرين نغير امسكك امسكك لحد ما جابوا لنا حميتينا عبر اسمي للسياده بدوا لنا بتكوين اللجنه الاقتصاديه حمدوك تنازل احنا جبنا حمدوك عشان اقتصادي امسكت اللجنه اللي منو للضام بويده حميتي تاني ادوها له ثاني جه مسك لنا الليسته فيها 13 تاجر عمله قال انا والله صار عن الدولار يا صار الكلام ده كله لكسر شوكه و... و... وعزيم ساوانا احنا والجيش بقينا الاثنين عند الدعم السريع جزم بعين لنا كده انه احنا جزم ما ناس اللي افترى العين حميتي بتكلم بيتكلم به بيتين حميتي قال له كلمتين محترمات ما عنده اوي ولا مصحي اوي ولا مصحي والله اللي بيشوفوا ده كلامي اللي بيشوف... هوي ولا مصحي ما كان بكله كلامه كله ولا ما صحي والله تم بس امشي اللي طارد ولا البلد دي بتتحرق والله البلد دي بتتحرق ولا ما صحي يا معلم بيصحى الصباح يزفنا الظهريه تو تمشي مناسبه والله هربت مصارينا توديه العشاء تيجي يقعد عشاء والله, والله البلد دي بتتحرق والله هو ولا ما صحي ولا ما سنة كلها مطلع يا اخي السنه كلها مطلع بيتينا يا اخي معرس امهاتنا انت ولا شنو حكايتك شنو انت يا ها وصل المرحلة دي من الافتراء والغرور لأنه عارف نفسه إنه ما في جهة حتقاومه. ما هو عارف يعني ولا ما صحي. كسر كرامتنا وصلنا المرحلة دي، أسي احنا وصلنا المرحلة بتاعت إنه الجيش الآن اللي بيقاتل في الشارع ده وبيوصفوه إنه جيش علي كرتي أو بيوصفوه إنه ده جيش كيزان أو فلول زي ما بيقولوا، الكلام ده طالع من الإمارات. الكلام <applause> ده طالع من الامارات مخطط واضح العملية الاعلامية وراها الموساد اي زول يقول لك ده جيش فلول ده دافع له في جروبات داخلين فيها الناس ديل اسمعوا يا اخي خل... شفتوا ال.. 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 ال... ال.. الاسكرينات اللي طلعت لدكتور دكتور دكتور نقد على الدين نقد ال... ال.. واطلقوا صراحه اشوف الزول ده في زول احتفى به ولما اطلقوا صراحه الكلام ده حسي فكوه اسبوعين اللي جبت سيرته ولا في بك على الدين انت عند السودان زول خاين وعميل مكسور اهلك ذاتك كسرت عينهم في الواطه دي انت زول دعامي متواطي التسجيل التعليقات اللي طلعت في تسريبات دي وغيرة بتوري حجم الجروبات الشغاله تحت عشان اكسر باقي عزيمه القوات المسلحه الواقفه دي يعني الجيش ده ما عنده ذنب يا اخي دوروها في جبرة ديل الكيزان والفلول حسب كلام البوشي والمدفوع له يعني البوشي ده شغال طيار في مصر مثلا ها ما تدافعين ليه يا ابوي ما تبغى تعمل لي دراما كثيره تدافعين لي رئيسك ذات عمك عمك السنهوري بتاع حزب البحث ده شغال شنو السنهوري ده شغال شنو السنهوري كلكم كوادر بعد دراماتكم الكثيره دي نضالنا وتاريخنا وتاريخ شنو ديل الناس مدفوعين ده نموذج على الدين ده على الدين نقد الجروب اللي بيتكلم به بيكون بيتكلم مع مليون جروب ومليون نفر اطلعوا يقولوا الجيش ده بتاع كيزان العسكري اللي قاعد في جبره ده البدا الطلقه ده هو انتم عارفين انه دعامي بجايبيه جايبه من مروي جايبه من مروي جايبه من شهر 3 15 3 حمدتي قال انا ندمان شاركت في الانقلاب بتاع 25 اكتوبر سماه انقلاب ما سماه اجراءات قال ندمان خلاص الانقلاب واضح من حمدتي يعني واضح ما بدات حرب يعني ولا ما صحيح الزول ده العسكري عثمان عثمان بيحكي لكم في قصته في اول تسجيل قال الناس كنا بناكل معاهم وبنشرب معاهم وبعدين اخوان فمان امان الله جابوا لنا الرباعي وجابوا لنا حاصروهم نفترض انه عثمان ده اي حاجه انت سميه ما قدرت تسميه ربنا يتقبل الشهيد حكى لك القصه الواقعيه اللي حصلت انه الدعم السريع جاء غدرهم خلاص يا اخي يتقبلوا الحاجة لا 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 عثمان ده كيزان وده فلول حرق عليهم الشارع خلي الناس ما تجي تتضامن معاهم ثم كانوا ما حاسبين حساب السنيور صرفه وانه احنا حنطلع نقيف مع الحق والحق مع الكاكي الاخضر احنا كلنا جيش احنا جيش يا زول الشعب السوداني الان جيش الموضوع ده ما كاكي ولا تجي تقول لي ده برهان ولا ما برهان وبرهانكم كان راجل اللي يمشي خمسين متر من جنب القياده البرهان موضوع رجالته 50 متر 100 متر ده ما موضوعنا ده زول حاكم الدوله دي ورئيسة ظهر لك في فيديو إن شاء الله كسر ثانية بعني لينا تطلع أنت في فيديو واحد دعامي ما يسوى حاجة يقول لك يا أخي كان راجل ما يجينا برا هو رجال ما بوريك لا أنت البرهان والناس اللي بيقول لك حسي البرهان نحاسبه وبعدين والبرهان ده حسي أو صرف ذاته نسمعه حسي لأنه واقف مع الجيش وبعدين أسمع هو أنا بقلبكم بالمناسبة الحركات دي ما بتقسم معي هسه احنا في الفتره دي بس نسمع صرفه ده ونجيف معاه او نجيف مع البرهان وبعدين نجي للحساب انت بقول المره اللي عملتوها طبقوا فيكم ثلاثه نظريات ما تقول لي الكلام ده مؤمن بل بقوله مرحب امشي معايا عديل احنا ناس موت ما مؤمن تفكفك يا معلم لكن صرفه في المرحله دي حسي عشان بس واقف مع الجيش حتى لو كان كوز انا ما كوز بالمناسبه عشان ما تعمل لي فيها انك كده بتدافع عني انا ما كوز 300 سنه لورا و300 سنه قدام انا ما كوز ولا حكون كوز ولا يمكن اكون كوز البرهان ده حسي احنا في المرحله دي الزول ده ظهر قدامنا شايل بندقيه واقف في الشارع نقطه عربي انتهى كفايه جدا كلنا جيش من اصغر زول لحد البرهان البرهان بتسمع كلام الشارع وشغل الطوابير والمكاتب خليته مرحب ما خليته انت وهم كلكم بالنسبه لنا اعداء العربي ده واضح مختصر يقولنا في جدة ما عندنا تفاوض مواصل بكلاشك انت زولنا حسي زولنا جاتك املاءات تقعد مع الدعم السريع ما دارين كلام زي ده احنا رافضين انه في الشارع رافضه وراي الشارع والجيش واحد راي الشارع والجيش واحد ما حنقعد مع الدعم السريع ما حنقعد مع الدعم السريع لانه حنمشي المرحله الثانيه من اللايف ده المرحله الثانيه بتقول يا اخي هاكم دي ورقه بيضه اقسم بالله العظيم دي سمعت سامعه سامع سامعين الورقه دي بيضه ده قلم وده جزلان، انا اديتك حاجاتي هاك هاك حاجاتي كلها هاك 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 انا ذاتي وفتحت لك الجزلان احنا دايرين نتفاوض مع يا واحده من اساسيات التفاوض اسمها التنازل حاضر حاضر هناك حاضر في زول بيتعشى يا اخوان شباب في زول بيتعشى تاكلوا في شنو؟ موضوع البطاطس بالفراخ ده ما جربته تاكلوا في شنو احكوا وكذا لي زول بياكل سندويش بتاع جبنة بتاعت الدويم حاف ده زول تختاو بالمناسبة قسما بالله يتحمل الحاجة دي ممكن يوديك يا صاحبي ناس بتاكل السندويش بتاع طحنيه بالجبنه تختاو ده بيعمل كيف ده توازن عجيب ده ممكن يوزنك طيب هاك دي ورقه بيضاء وده قلم انا دارك توريني حس عزيزي المواطن انا من الليله يا أخوانا ما اسمي الانصراف انا من الليله اسمي المحارب احنا مع الجيش احنا محاربين انت محارب انا محارب كاكي محارب جيش صينية محارب عثمان محارب ضباط الجيش ديل كلهم محاربين انت شنو؟ انت محايد الكلام الكثير بتاع الحادث سوق البرد اللي حربه اهليه انت محايد احنا محاربين انت محاربه انت محارب انت المحارب انا المحارب انا محارب وقلت علي انا ال قومت الحرب دارين نحلها حسي لا حل الا بالتفاوض يا صرفه حسي عدي انا ممكن البس فول سوت وامشي اقعد في جده اديني الورقه البيضاء دي وريني اكتب لي فيها قول لي نتفاوض مع حميدتي في شنو هاك اكتب التفاوض اسمه تنازل اتنازل عن حاجه تتنازل عن حاجه حميدتي ده دا احنا دارين نتنازل له حسي هاك دي الورقه البيضاء اكتب لي نتنازل له في شنو فضل. هو داير شنو والله احنا ما عارفين خلاص احنا ما عارفين مساحه التفاوض اللي حتدوني ليها اتفاوض بها مع حميتي قول لي تنازل له عن شنو؟ تفضل لو قال داير شنو اقوم اتنازل اكتبوا لي وروني انتو وروني كلنا كلنا محاربين هاي ما عندنا زول محايد هنا عشر ألف عشر ألف كلنا محاربين ما شاء الله كلنا محاربين هاكم قولوا لي يا صرفة احنا فوضناك اتفاوض مع الدعم السريع وحل الحرب هحلها حسي ادوني المساحة بتاعت التنازل اتنازل له عن شنو لو قال لي داير كده اقول له شنو لو داير الرئاسة اتنازل هناك عشان نحل المشكلة دار الرئاسة منفردا ولا شريكا مع القوات المسلحة؟ أتنازل 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 عن الشرط ده؟ أتنازل عن الشرط بتاع إنه الدعم السريع ياخذ السلطة لو قلت له إحنا هنشاركك أنا بتكلم باسم البرهان برهان سامعنا أنا حتكلم باسمك التفويض اللي انا المفروض امشي له واقول له خلاص نشارك معاك احنا الجيش وتعالي انت الدعم السريع قال لي لا انا دائرة منفردا اتنازل ولا ما اتنازل اتنازل له عن الارض البيوت اللي قاعد فيها حقتكم ولا ما اتنازل قال لي انا من هنا ما طالع تعتبر مواقع عسكريه اتنازل اتنازل له اتنازل له عن الجرائم اللي ارتكبها الدعم السريع الان في دارفور اتنازل لو قال لي يا اخي ده الجنجويد الجنجويد يا اخي ما دعم سريع قالوا لا الجنجويد براهم والدعم السريع براهم اتنازل ادوني صلاحيه اتنازل انا ما أتكلم في اتفاوض ركزوا معي شباب دارني اتنازل مش اتفاوض احنا مشينا نتفاوض في الهدنه الهدنه دي نقول ساعه نقول 24 ساعة الدعم السريع يقول لي لا خمسة يوم أقول له لا خلاص خليها أربعة يوم طيب أنا أقرب لكم فهم التفاوض ده لما تمشي تشتري كيلو بتاع تفاح وانت قاعد في مصر نتكلم بالعملة المصرية بعشر جنيه انت مشيت للبياع قلت له يا أخي أنا التفاح ده الكيلو بعشر جنيه غالي هو حيقوم يسألك يقول لك يا أخي هتدفع كم هتقول له يا اخي والله غالي بس المهم نقص لي قام قال لك ب 9 جنيه قلت له يا اخي برضه كثير قال لي خلاص اخر سعر 8 جنيه هو فعلا هو مشتريه ب 5 جنيه 3 جنيه ربحيه حلوه معاه والدنيا مغارب دارت خارج انا ما قاعد اشتري كده انا بشتري كيف؟ بلعب لعبه الكرم قال لي ب 10 بقول له ب 5 حيدق جرس طبعا حقول له خلاص يا بيه انا حزودك جنيه وانت تنقصني جنيه انت قلت كم؟ 10 نقصني جنيه حيقول لي 9 انا قلت كم خمسة هزيدك جنيه تبقى كم ستة هو حيقول حي لي ثمانية هقول له سبعة حنصل لي سبعة ونص حلوة معي ولا ما مع حلوة حلوة في التنازل حنلعب نفس العملية دي او التفاوض حميد قال لي يا اخي خلوا الهدنة عشر يوم حقول له وأنا خليها خمسة هيقول لي خمسة كتيرة حقول له خلاص انا هزيدك يوم وانت تنقص لي يوم انت قلت عشرة اعملها تسعة وانا هعمل لك ستة انت تنقص لما ننقص نصل سبعة ونص حلوة ده تفاوض تنازل اسمع والله انا ما طالع من البيوت دي يا اخي ما حقتنا انا ما بقدر اتكلم باسمك يا مواطن ما بقدر اتنازل عنها يقول لك يا اخي عشان نحل المشكلة دي واحنا عارفين التآمر على السودان احنا المفروض نقعد في الطرابيزة دي نتفاوض نتفاوض يعني نتنازل نتنازل للدعم السريع عن شنو؟ تفضل ما عندكم اجابة طبعا لا تملك اجابه لانه انت ما بتملك الحد شكرا جزيلا، السودان ده ما حقك انت. انت اللي بتسمع ده السودان ده ما حقك، وانا اللي بتكلم السودان ما حقي، والبرهان اللي بيدافع عن السودان ده ما حقه، والاحزاب اللي بتتورط وتورط في السودان ده ما حقها، والدعم السريع ما سوداني. اول بالاول، اول بالاول يا جنى. نتفاوض معه في شنو؟ الموضوع ده حله انه نقعد في تفاوض يا اخواننا ما بيتحل. لو لعبنا معاهم لعبة الكرم انا حتكرم عليه بحقوق ما حقتي البيت حقك ده يعتبره منطقة عسكرية قال ما بيطلع محطة الموية المعمولة من سنة 1929 دي ما حقتنا موية دي حقة الناس دي حقة الشعب السوداني دي واحدة من ثلاثة حاجات بيعيش على البني ادم الماء والنار والكلى ثلاثة حاجات دي ما من حقك أفاوضه انه يطلع من الموية في مقابل يأخذ وزارة الثروة الحيوانية ما ممكن الكلام ده الزود ده بيضغط فيني طيب. او نصل مرحله الفصل السابع ده بيسعوا له فهنا عندنا في الحته دي يعني الفكره يعني طيب حاربنا مع الدعم السريع حارب كرامه للشعب السوداني ولا يصلح فيها التفاوض لانه التفاوض فيه تنازل حيتنازل ده المره دي ما حيتنازل عن الجنوب او حيتنازل عن انفصال دارفور او حيتنازل ده بيتنازل جوه مركز السودان ذاته الخرطوم دي ما حقت قبيلة عشان نقعد, نقعد معاها نتفاوض في مسارات وحواكير دي حقت ناس في ناس بيطلعوا فيهم بزحوا منهم من الخرطوم احنا تكلمنا عن امبراطورية الدعم السريع في مراحل الخمسة وثلاثين وافريقيا الان بتشهد حرب بين الزنود والعرب وطبعا الشعب السوداني شارك في العمليه دي في فيلم كيلوباترا بقوا كيلوباترا سوداء عملت العمليه دي ممثله سودانيه هم ما عارفين خطوره الحاجه اللي بتحصل الحصل شنو؟ الحصل انه القبائل العربيه في افريقيا بدت فرنسا تطلع فيها ملاحظ انت هناك ملاحظ الحاجه دي ولا ما لاحظتها؟ تشاد ضربت الحدود السودانية ضربت منه ضربت الجنجويد المالون الراجعين تشاد ليه ما يرجعوا ما بلدهم قال لما ما دايرينكم وافريقيا الوسطى فتحوا هناك معبر في افريقيا الوسطى سامعينه ولا ما سامعينه مش الناس بيرسلوا لك فيديوهات صغيره كده يقول لك ده معبر ماسكاه الدعم السريع بيجيبوا الناس من افريقيا الوسطى ده بيعلم فرنسا بتطرد في العرب كده مش في في اسي ظهرت المشكله بتاعت انه افريقيا حقت السود وافريقيا حقت العرب لا ده ما فيلم وده حقيقه حسي حاصله هيودوا الناس دي لوين حيودون دولة مفكوكة ساي فيها مويه ماشية ساي ما استثمروها، فيها ارض خصبة، فيها ثروات، واحنا يا اخواننا كنا مسيطرين على على اربع سنين. شكرا جزيلا باختصار يعني. فرنسا حركت معدات عسكرية في حدود تشاد، ما عشان تحمي تشاد من النزوح السوداني هناك ابدا. عشان العرب في افريقيا ديل اطلعوا من دولهم ديل ما يجوا راجعين تاني لا ترجع افريقيا الوسطى لا ترجع مالي لا ترجع تشاد تجي بس السودان ده ما عندك راح ترجع ما عندك خط رجعه ده مؤامره واضحه هناك وضحت لك العمليه دي وضحت دي المؤامره المؤامره دي عندها خطوط وخيوط جميله احنا هنشوف واحده منها الان هم بيحاولوا يدونا زي موضوع الجنينه ده طبعا انا بنطط لكم سريع من المواضيع يا اخواننا لانه مساهرت بيكم يعني بس الفكره حس اتصل وتقع طيب اللي حصل في الجنينه ده نموذج طلعوا الناس من الجنينة قسموا الرجال والنسوان شفتوا الفيديوهات تحرب إبادة تامة طلعوا الناس من بيوت عديل والعالم بعين قاموا قتلوا الوالي قتل الوالي منو يا أخواننا؟ الكتل الوالي منو؟ قتل الوالي, الوالي الدعم السريع ولا ما الدعم السريع أيوة في ثلاثة يوم إعلام الدعم السريع مدفوع له بدوا يتباروا في قصة الحصل في الجنينه احنا شفناها شفنا السعودي اه رخامه بيضة دخلت خاشقجي السفاره قطعته ضبحته قدامنا 7 مليار ونص 15 يوم قاعدين نتابع القضيه دي في تركيا بعدين طلعوا وقالوا يا اخو والله ده ما حصل ما قالوا والله هو اساسا كان عنده مشكله مع زول وخش السفاره وما عرف شنو في سيدهات والكاميرا ما كانت شغاله نعم الكاميرا ما كانت شغاله ما مصور من برا ايه مصور من برا لكن الكاميرا ما كانت شغاله اه الكاميرا ما شغال خلاص اطفي الموضوع ده طفى هو ده اختبار من الشيطان انه السبعة مليار نفر شايفين انا بقدر اتحكم فيهم بعدين جه قعدنا في بيوتنا سبعة مليار نفر قال لنا اقعدوا في البيت عندكم شنو كورونا بكره صباح اطلعوا من البيت كورونا انتهت طلعنا والشيطان بيتحكم بالليل دي مرحله قادمه لشغل قدام احنا شايفين في الجنينه الدعم السريع بقيادته قياده سيادته اللواء عبد الله شكرا الله دول اسمه عبد الله بكر اسمه اسمه حاجه كده الله في الاخير حاجه كده يبقى الله ما عارف شنو المهم هو قائد الدعم السريع ساق السيد الوالي ودخل به المكتب وبعد شويه جابينه ميت قال لا ده ما حصل منو اللي قال الجنجويد كيف يعني الجنجويد فبدت تظهر القصص العجيبه السيد الراوي بركه ساكن عبد العزيز بركه ساكن قال لك خبر ليس غريبا البرهان وكيزانه في الجنينة في صف الجنجويد استخباراتيا وعسكريا وفي الخرطوم ضد الجنجويد لقد سلمت قوات أبو طيرة التابعة للحكومة السودانية والي غرب دارفور خميس بكر للجنجويد الذين قاموا بقتله بتلك الطريقة البشعة دي حلوة منك عبد العزيز بركة ساكن دي رواية جديدة إنه السيد الوالي اللي هو موقع على اتفاق جوبا ب يعني واحد من الدعامه ديل طلع قال الوالد ذاته ما موقع في اتفاقيه جوبا ولا ما يا موقع في اتفاقيه جوبا براو مش كمان معاه مجموعه زي الجبهه الثوريه ولا كده انا ما مش انك طبعا انت اللي تسمع صرفه حتى بعد انت تمشي تتكلم يلا نوريك ده موش موقع براو خميس بكر الفقيد ده مو يعني مع مجموعه زي مناوي من يخشوا مع الجبهه الثوريه معهم جبريل لا لا موقع باسمه براو ولما انجل خرطوم جبره وقع في الاطار دعامي للنخاع طبعا علاقته مع الدعم السريع ومحروس بالدعم السريع وهو القائد الاعلى بتاع القوات المسلحه في الولايه ما هو حاكم الولايه الجيش تحت امرته والجيش بيتصرف وبيحمي في اهل الجنينه براهم الناس كانوا بيطلعوا يقول لك قبل يومين وين صرفه ما تكلم في الجنينه وين الجيش ما جونا حلو الجيش الحسي واقف بيحمي في قبيلة المساليت اللي بيحارب في, في الدعم السريع وقبائل الجنجويد هو الجيش السوداني طيب الناس تكون عارفة عشان ما ما تقعد تلف وتدور كثير ده المسبت جارد حس والحركات المسلحة كلها مجموعة ما شاركت ولا بيطلقة كل واحد لملم لم حاجاته وضب أغراضه ومشى ألمانيا من ناوي الروايات يا اخي احنا شفناه قدامنا الزول ده سايق وقال لا بركه ساكن قال لا 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 ما في كلام زي ده فيش ناس سيد بركه ساكن قال انه الكيزان في الجنينه في صف الجنجويد البرهان وكيزان في الجنينه في صف الجنجويد استخباراتيا وعسكريا وفي الخرطوم ضد الجنجويد روايه حلوه لقد سلمت قوات ابو طيره التابعه للحكومه السودانيه والي غرب دارفور خميس بكر للجنجويد الذين قاموا بقتله بتلك الطريقه البشعه يعني انت كاتب واحد اثنين ثلاثه سطور اربع سطور في انه الكيزان والبرهان وابو والج... و... طيره هم اللي سلموا الوالي للجنجويد لما جيت في الجنجويد كتبت الذين قاموا بقتله بتلك الطريقه البشعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه كلمات وهنا كاتب اربع سطور عن الجيش والكيزان الروايه حلوه حلوه قال لك بعد بعض التفاصيل تم استدراج الوالي خميس بواسطه قوات ابو طير الذين اتصلوا به مدعين ان مبعوثا امميا يطلب حضوره في مقرهم لا لكي يتناقش معه في كيفيه اخراج الجرحى من مدينه الجنينه الى تشاد لتلقي العلاج فذهب لهم ومعه حرس واحد فقط وعند حضوره تم تسليمه للجنجيد وهو بداخل العربه الروايه كويسه اللي هي الروايه بتاع شنو انه الموضوع ده ماشي حارب اهليه ما هو الفصل السابع ده ما حيجي ساي يعني الرواية اللي احنا الأساس الموضوع بتاع الجنينة دارين نحول الجنينة لحرب أهلية صح؟ نتفق في دي لما لقوا الجنجويد مسكوا الوالي وقدام الناس ومصورة وموسغة بدت تخرب الخطة قتل منو الوالي الجنجويد اللابسين كاكي نتحالف كلنا كقبائل في دارفور على الجنجويد وننتهي منه وكان كان لاحب المحسن قال لا 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 اقيف اقيف عد الرواية دي تاني لا 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 لا, لا. اكتب لي رواية عليك الله اكتب الروايه دي بواسطه قوات ابو طير الذين اتصلوا به مدعين ان مبعوثا امميا طلب حضوره فذهب لهم هو وحرسه الروايه حقت بركه ساكن بتصمد قدام الروايات الثانيه لا ما حتصمد في روايه جديده بركه ساكن قال ابو طير هم الدردق الوالي للدعم السريع ديل الكيزان في الموضوع ده كلامه وابو طيرة والكيزان وجيش البرهان دردقوا الوالي سلموا للدعم السريع رواية حلوة ندفع خمسة من عشرة حنان عبد الله قال نفسها اقول اسمه طوالي اللي راح نقول اسمك لانه مديني اوردر كويس قالت من نفذ عمليه الوالي هم جنجويد وليس دعم سريع الله اكبر دي حلوه دي حلوه يا حنان حلوه دي يكون الدق فاروج يا حنان قدامنا قائد الدعم السريع اللي هو عبد الله قائد الدعم السريع فوكلر ذكره بالاسم مكتب حقوق الانسان متورط معاه لانه المكتب بتاع الامم المتحده حقوق الانسان والدعم السريع افتتحوا له ده ذاته عبد الله اللي ودا 2022 قبل سنه وبحضور الوالد ذاته والناس ما جات الوالد دخلوا المكتب وبعديها ظهر الزول ميت وعساكر الدعم السريع محاصرين المنطقه قالت لا, لا 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 ما في كلام زي ففيش حنان عبد الله قالت لا قالت لا كده ما حلو حلو كيف قالت من نفذ عملية الوالي هم جنجويد شنو يعني جنجويد قبائل وإحنا ما دارنا حرب أهلية هي ما حرب أهلية هي الجنجويد محاصر الجنينة بكتل في الناس بطرد في بيوت بطرد فيهم من البيوت قالوا لا ده ما جنجو... ما الدعم السريع في حاجة اسمها دعم سريع في حاجة اسمها جنجويد شاف الشغل بتاع الكهنة الكبار اللطيف اي ما دي احنا لازم نجور البرد دي حرب اهليه ولازم انه احنا نجيب الناس في الولا... المد... البلدان الثانيه ندخلهم السودان فلازم تصيغوا لنا حاجه احلى اقسم بالله العظيم الدعم السريع الكتلو لا 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 قال لك جنجويد وليس دعم سريع دارفور رجعت لسابق عهدها بتعدد الميليشيات القبلية الصغيرة المستغلة من بعضها يعني دي زول اسمها حنان تخيل والناس الاوردر ده خطير طبعا هو ما عارفة خطورة البتكتف فيه المرسلينها يعني هي ما عارفة قالت دارفور رجعت لسابق عهدها بتعدد مليشيات القبلية الصغيرة المستغلة من بعضها من نفذ فضل اعتصام القيادة هم جنجويد برهان وكتائب ظل الكيزان برافو انت ما كنت عاملة فيها سورجية كاتبة عن الدعم السريع وصفحتك مليانة وسكريناتك تلخم في نفس البوست مواصل طوالي كنا حنقول لها الدعم السريع ما فضل الاعتصام قامت طوالي جهزت لك الرد قلت لك من نفذ اعتصام الغيادة هم جنجويد برهان يعني الجنجويد ديل ذاتهم البرهان جابهم لبسهم لبس الدعم السريع وفضل الاعتصام ما لأنه الأدلة جبالك سلموها لنبي لديب ونبي لديب أول من قامت القصة بتاعت حصار مروي قال جات قوة عسكرية لا يستطيع الإفصاح عنها أخذت كل الأدلة حقت فضل الاعتصام حسي قالوا لك يا أخي جنجويد بتحين البرهان دي جديدة طبعا دي جديدة دي ما حنان حسن أخوانا دي حنان عبد الله دي, دي براديس ما ده حنان بربور دي كلام زول مجرى التنفس بتاعه قافل كل المجاري حقته قافلة كلها ما دي دي زول ما بتخش له حاجة ولا بتطلع منه ده كلام ده كلام عجيب ده كلام مع زول مع نفسه يعني فقامت حلت المشكلة يلا عشان نقفل على الموضوع ده ما فيش روح أحسن من روح يعني شنو ما فهمتها والله قالت ما عايز قالت حنان قالت شنو قالت الوالي قال شنو قال ما عايز عربي في الجنينه الكيزان غشوا قالوا ليه الجنينه حقت المساليد دي فرصتك قام سلح اهله وهم ما قصروا كمان وفروا ليهم جميعا انواع الاسلحه وعربات كمان البرهان سرطان السودان يجب استئصاله لعنه الله على الفتنه وما يغيظها هل تعلمون يوجد لدى قوات الدعم السريع كم اسير من جيش الفلول تفهم ما تفهم مشكلتك دي بتتكلم عن موضوع الفيديو الامس بتاع ضبح ال... الجنجويد وفا بترسل رسائل القضية الآن في دارفور اتحولت من الدعم السريع اتبنتها قبائل وفي قبيلة طوالي دقة صدرها اللي هي المصدر بتاع الجنجويد الرواية بتاعت انه الجنجويد ما دعم سريع مشت قام طوالي الرزيقات تبنوا القضية دي قال لك احنا نطلع بيان يا يعني معلم نحصل السوق اتفضل <applause> تفضل 16 عشرين ثلاثة وعشرين ريال نعم. قال تعالى نعم. من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم جماهير شعبنا الاوفياء تعلمون جميعا ان بلادنا تمر بفتره عصيبه جراء الصراع الدائم بين الحق والباطل بين قواتهم قوات الدعم السريعه البازله وقوات فنون النظام البائد التي راحت ده الامير علي حسين ضو النور امير الرزيقات مسمي قواتكم قوات الباسل الدعم السريع والجيش السوداني مسميه الفلول فضل يا سيد الامير ده 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 دويره اصلا يقولون جميعا ان بلادنا تمر بفتره عصيبه جراء الصراع الدائم بين الحق والباطل بين قواتكم قوات الدعم السريع الباسله وقوات فلول النظام البائد التي راح ضحيتها نفر كريم من ابناء شعبنا الابيض، وايضا خلفت جراءها نزوح وتشريد الملايين من منازلهم الامنه، وتدمير خراب للمؤسسات والمرافق العامه، جماهير شعبنا الاوفياء. اولا ندين باشد العبارات سلوك الفلول التي امتطت القوات المسلحه وزجت بها في حرب للحيلوله دون التحول المدني الديمقراطي، وإبهاق ثورة ديسمبر المدينة، جماهير شعبنا الاوفياء نعلن وقوفنا ودعمنا الكامل لقوات الدعم السريع الباسلة الكلام ده خطير جدا طبعا، اسيدي كده قبيله الرزاقات اعلنت انها مع الدعم السريع عشان ما تقولوا حارب اهليه وحارب جبلية. جيبوا لنا قبيله واحده اعلنت انها واقفه مع القوات المسلحه. الدعم بتاع القوات المسلحه من قبائل السودان كلهم الموضوع بتاع الدعم السريع ده 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 في دارفور بيحول الحرب اهليه الريزيقات خشوا في الموضوع يا اخي ده قائد الدعم السريع لابس كاكي مكتوب فيه اسمه الدعم السريع تقول لي يا اخي فلول فلول واصل يا سيد واصل انت اللي لا هذا هذا النظام البائد كما ندين ونستنكر التصفيات العرقيه لابناء الهامش من قبل الفلول ونرحب اياما ترحيب للمبادرة الامريكية السعودية لما نجي في تصفية السيد الوالي سماه شنو؟ قال وندين ونستنكر بأشد العبارات ما قال اسمه ما قال اسمه قال لابناء الهامش وتجاوزوا طوالي مشى يشكر في المبادرة السعودية الامريكية، السيد الناظر كلامك ده شين كلامك ده شين وما بقوله ناظر والله كلامك شين من قبل الفنون ونرحب ايما ترحيب القتلونو بالمبادرة المبادرة المجينة. يا جماهير شعبنا الأوفياء نعلن وقوفنا ودعمنا الكامل لقوات الدعم السريع الباسلة في حربها ضد من النظام البائد كما ندين ونستنكر التصفيات العرقية لأبناء الهامش من قبل الفلول سماها تصفيات عرقية لأبناء الهامش من قبل الفلول يا أخي والله كتلوا الدعم السريع يا ناظر يا أخي خاف الله سيدك يا أخي لا لا الكلام ده كعب يا زول كده الواضحه المخطط اللي بيحصل الان في دارفور نزوح طلعوهم من حواكير ومن بيوت خلي الحواكير وحقك التاريخي في الزراعه ومسارات الرحلة اللي اتكلمنا عن مساحه المرحال 600 كيلو متر مربع دي قدر فرنسا خلوها لك قاعده فاضيه لما تمشي انت تقضي نزولك هناك ابيي وتجي راجع تلقاه قامت ولو لقيت زرع فيها دي حقتك تاريخي خلينا من الكلام زول قاعد في بيته زول قاعد مع مرته واولاده فصلتهم طردته من بيته كاسره قبلنا تفصيل الراجل براه والمرأة والاطفال براهم وشرد وتكتلهم وحس الفيديو الظهر الثاني 1200 شهيد بالرجال من الجنينه دي مسميها ده الفلول انت وكده قبلت الرزيقات واقفه وعارفه دعمها للدعم السريع يا اخي ما تدعم الدعم السريع ولا تدعم شعبنا ولا كلام كثير يا اخي رايك شنو الرزيقات دي تمشي تحل المشكله في الجنينه وننتهي من, من الموضوع الجيش في الجنينه ده حق منه فلول حق منه كيزان خلاص قول لهم يا اخي بكره كما كنت زي ما السيده الوالده قبل ما يستشهد كان بيقول للقوات المسلحه كما كنت تمام ما استعان بهم لانه كان متحالف مع الدعم السريع في الاطار وموقع وماضي في جوبا وزول حميتي يعني ما تقعد تلفوا تدوروا كثير وبدات تطلع تكذب يا دعامي انت يعني هو زول دعامي غير الكذب جيب لنا اتفاقيه جوبا دي واقرا لنا اسماء الناس اللي فيها ايه رايك في الكلام ده؟ مش بسيطه؟ ما موقع لا لا موقع يا زول امشي جيب اتفاقيه جوبا وجيب اسم اب بكر خميس ده شوف اسم الحركه حقته وشوف هو موقع ولا ما موقع انتهينا طيب يا سيد الناظر عشان نحل المشكله انت مش دار تدافع عن الهامش دار تدافع عن السودان كله معاك الدعم السريع يا اخي ما احنا هسه مشغولين والمشوار من الخرطوم لحتتكم دي بعيد دافع عن سكان الجنينه جوه الناس فلول اركبون قصرنا معاك اديناك تفويض اي زول يطرد مواطن من بيته بلو تاني في حاجه مش ديل ما انتو مش ديل انتو ما مشاركين مش ده ما الدعم السريع بلو انه يا زول واللي لابس كاكي جيش طرد مواطن من بيته بلو تاني في كلام لكن لما جه في الوالي ما ذكر اسمه يا اخواننا عدائيه زي دي لاقتكم ما زال دعامه والقحاته ما نزلوا له نعي وخاتين صورته يقول لك ده مصير كله زول يجيف مع البرهان بتين الوالدة وقف مع البرهان بتين الوالدة وقف مع البرهان ما موقع معك في الاطاريه موقع معك في الاطاري موقع معاك انت وحميتي في الاطاري كيف تقول ده تابع للبرهان يا امين جحا يا أنا عداك السافر ده على الكوكب ده وراه قصه عجيبه شكله الله يستر لا ترحم عليه ولا ذكر اسمه سماه وقال لك عن 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 التفاهه دي ودعمنا الكامل لقوات الدعم السريع الباسله في حربها ضد النظام البائد كما ندير ونستنكر التصفيات العرقيه لابناء الهامش من قبل الفنون ونوحد ايام ترحيب للمبادره الامريكيه السعوديه لوقف الحرب والاقتتال جماهيرنا الاوفياء نؤكد هدايتنا ورفضنا للقصف العشوائي على المدنيين العزل بالطيران الذي دمر المرافق الحيويه والمستشفيات والمصانع حفظ الله الشعب السوداني والمجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء والله تقول حمدوك الكاتب البيان ده. أخوانا ما اعرف انتوا رايكم شنو؟ يعني رايكم شنو في الصفاقه اللي وصلنا ليها دي؟ الدعم السريع الآن بيحرف في القضية الحاصلة دي إنها هي صراع عنصري قبلي وهو ما صراع عنصري قبلي ركزوا يا أخواننا حتسمعوا بيانات حتسمعوا تصريحات حتسمعوا كلام كثير الحصل في الجنين الدعم السريع وروافد الدعم السريع القبائل اللي بتناصروا يتلموا على قبيلة ومجموعة سكانية في منطقة طردوهم وكتلوهم وسحلوهم وأخذوا بيوت وأخذوا حقوقهم واضحة هناك فهم حسوا الروايه الجديده انه الموضوع ده عنصريه ودي حرب اهليه وراها الكيزان فلورون اخونا بركه ناس بركة, بركه بركه بركه, ساكن اخذ القصه دي عمل الروايه بتاعت انه البرهان وكيزانو وعملوا روايه روايته ما لفقت ما اخذت رواج احنا سيد عبد العزيز بركه ساكن انت قلت تصريح عجيب لا لاقاني دخلت صفحتك ما شايفه احتمال من التعليقات انت قلت يا اخي احنا لو عملنا الجنجويد زي ما هم بيعاملونا فاحنا حنبقى جنجويد الناس قالوا يا اخي الجيش امبارح ضبح عسكري بتاع دعم سريع الدعم السريع بضبح العساكر وبضبح المواطنين الليله في مشكله في الفيسبوك وفي الفيديوهات عشان كده ما قدرت ارفع عليكم الفيديو بعد ساعات ان شاء الله تتحل المشكله حرف عليك الفيديوهات اللي بضبح فيها الدعم السريع عساكر الجيش عديل وعساكر الشرطه والمواطنين ضبيه عديل بدارك تشوفوا اول حاجه اللي بيبدا الموضوع منه واحد اثنين انت عبد العزيز بركه ساكن راوي ويعني كاتب الكاتب ده اصلا ميزته شنو وشهرته بتجي من وين من حبكته للكذبه الموضوع ده ما يضايقك يعني انت ما معنى انا بقول لك انت كذاب الراوي ده عليك حاجة نفسك تكون فيها بطل وحتى بتحب الأفلام الهندية ليه؟ لأنها بتمشي معاك في الخيال اللا منطقي إنك تطير وأنت ما هتقدر تطير ولا حاجة وتجي ماجد الحبيبة بتاعتك تلقاها وترقص معاها يعني لك السيناريو اللي بتتخيله مع إنها دراما رخيصة جدا لكن أكتر حاجة الناس بتحبها كذب فالراوي كل ما يكون كذاب بيبقى مشهور اللي هو بيع للناس الحلم المحبوك وهو روايتك دي فيها ما فيها حاجه ولا في أي حاجة البطل ده ما حقيقي والرواية ما حقيقية حتى لو جبتها بقصة تشبه الحقيقة ولو في خيال الرائد في خيال القارئ بتقولوها صح؟ في في التاريخ الراوي والكاتب والقاص لا يؤخذ بكلامه في فضائل الأعمال لما نجي نسألك من الحدث في دارفور أنت لو كتبته في التاريخ وأنا جيت بعدين أفكفك التاريخ أول حاجة كتابك حدعه في زبالة ليه؟ لانه بركه ساكن راوي كاتب بتاع قصه مؤلف يعني شنو مؤلف؟ يعني ممكن تكتب القصه دي من راسك ففي الروايه انت ما بتنفع معي. في خلال فتره ال سنه تحت البشير دي لما نجي نقول البشير سوى والبشير انجز انا داير اقرا تاريخ السودان في ال 30 سنه. حاجة اشوف الكتاب المعروفين والكتابه اللي كتبت فيه. اول حاجه بلقى حاجه اسمها آه اسحاق احمد فضل الله كان بيكتب عن البشير وانجازاته ونظامه اسحاق احمد فضل الله اسمه راوي معتل زيك كده الراوي عليل لما نيجي يتكلم ليه عن فتره تاريخ البشير انا حكذبه لانه جاء مره قاعد قال يا اخي سيدنا جبريل دخل لهم في في القطيه في الجنوب وقاعد معهم سيدنا جبريل ده الله قال يا اخي ولقد راه نزله اخرى اتكلم اتكلم عن سيدنا جبريل مرتين في القران وانه ما في ما ثاني بعد انقطاع الوحي انقطاع جبريل يعني يعني ما بينزل ما في سبب ينزله سيدنا جبريل ده شغل كبير بتاع شغل ده شغل عظيم ما بينزل ساي انت تيجي تقول قاعد معانا في الخيمه لا لما وديتك كذاب فانت لما تيجي تقول لي البشير انجز 28 جامعه من الزول ده ده الزول اللي قال القصه دي اسمه راوي عليل بعدين الراوي العليل الثاني اللي بيتخيل نفسه في محل الاله اللي هو بيبدا زي قصه اسحاق ده تحديدا فاسحاق لما نتكلم انت اسحاق ده طبعا قاعد تسمع في اللايف حسي ما تمشي تكتب لك عمود وتقول هناي وبتاع ما تعبش عليك الله ما فاضي لك يا اخي. بعدين فرق السرعات يا بيبي. المهم فانت حضرتك تجي تقول والله كانت تتهادى السياره عند الساعه الثانيه صباحا. وكان ارقطا يفكر هل اتعشى ام اذهب الى البيت؟ انت خشيت جوه بطنه؟ دي ما بقوله الا الله عز وجل. قال وكان فؤاد ام موسى بل ها؟ أه؟ تتكلم عن فؤاد أمي موسى ده الاله الخالق انت خشيت جوا راس رص... اركتون ده عرفته كيف في الساعه الثالثة صباحا اشعل صلاح بو السيجاره ثم اخذ رشفه من وبدا يفكر يا تكون انت الله تقول الحاجه دي يا تكون انت صلاح بوش فانت بالنسبه لي اسمك راوي عليل التاريخ انا ما باخذه منك انت كذاب الثاني الحمار بزياد الراوي الكاتب داك ما جوائز في فرنسا ده كذاب لما يجي يتكلم عن فتره حمدوك ده كذاب اساسا هو مؤلف كذاب مهنه الكذب يعني مهنه الكذب فانت يا سي بدوك حبكه يا اخي ما الكيزان تا... في 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 في, الجنينه متواطئين مع مع بكر و... وفي الخرطوم بيحاربوا في الدعم السريع دي روايه انت زول راوي انا ممكن اصدقها من زول عادي عمره 8 سنه في الجنينه قال الكلام ده انا حصدقه الا من بركه ساكن ما حصدقه روايتك مضروبه وروايتك ما اخذت رواج فبدوا ياخذوا في الروايه الجديده بتاعت العنصريه دي القبائل جنجويد من الجنجويد ما عندهم علاقه بالرزيقات يعني الدعم السريع والجنجويد ما متحالفين ممكن يتداربوا طيب لو طلبنا من الدعم السريع إبل الجنجويد دخلوا قتلوا الوالي هل الدعم السريع يوافق وخذني قدر عقلي يا سيد الناظر انت الشغله دي كبيره عليك وخذني قدر عقلي هسه دي ممكن ترسل رساله لي دي احمي الهامش من الجنجويد انت مش نكرتون كلهم خلاص خلي الجاي عم السريع ايه رايك في الجهه ده? الجنجويد ده منو يعني منو الجنجويد فحضرتك ما تطلع باي صوله اللي بتعمله فيه ده كله ينحصر يعني في المشروع اللي احنا بنتكلم فيه الناس اللي خلت بيوتها وطلعت طيب عشان سريع برضو نأخذ هبشة هنا وهبشة هناك في التغير في السلوك احنا التغير في السلوك بتاع الشعب السوداني في مرحلة ما بعد الحرب بدأ يظهر في ناس بيدعوا البطولة يقول لك احنا والله يا اخي في درمان ما طلعنا وانتوا ناس الخرطوم وناس العمارات وناس الشارع الستين وشارع المطار طلعتوا انتوا ما رجال احنا ثبتنا والله في مبدا تحيه لو مبدا الليل شغل طبي عجيب والله العظيم الجنجويد امن احنا بنقول المربعات بكره ان شاء الله نتكلم عن انجازات المقاومه الشعبيه فالسلوك اللي حيبدا يظهر انه احنا والله يا اخي قعدنا وانتوا ما قعدتوا واحنا كده اول حاجه الاستهداف مثلا المعمورة او الكافوري مستهدفه ليه يعني انت في مدرمان في حته بـ بلدية شعبية زي ما بتقول أنا أحب أصنف لكن حتى الناس مترابطة فيها وقاعدين ما دخل لكم الدعم السريع زي ما دخل في كافوري دخل في كافوري ب 600 تاتشر لما انت تفتح الباب بتلقى قدامك 15 تاتشر بيشيلوا عمارتك وبيشيلوا وبيضربوك في حتات تانية ما مشوها هم استهدفوا كافوري فسكانه ما كان عندهم حل ما بيقدروا يقاوموا الحاجة دي ما في جيش فاضطروا يطلعوا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كانت واسعة ولا ما واسعة؟ واسعة قعدتوا للدعم السريع ليه؟ خلاص الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ده قانون إلهي لقيت حتى انك ما قادر تواجه الظلم وخايف تنكسر احسن سوق اولادك ومبروك الله قال لك اعمل كده ولو ما عملت كده انت بتكون ظالم لنفسك لما تقعد للدعم السريع تفتح له بيتك لانه ما عندي خيارات كان ممكن تمشي بكره عينك مدني كان ممكن تمشي لكن ما تبيع عرضك ما تبيع تبيع اهلك وجيرانك وده بيع حجه كوز وده ضابط في الجيش وبتاع تبلغ فيهم فقال لك يا اخي الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم في خيار زي ده احسن نقعد ولا نمشي أصرفه. تمشي دي ما بتقيس وطنيتك ولا بتقيس رجالتك الاستهداف اللي حصل لكافوري ما زي اللي حصل لي اول مره الاستهداف اللي حصل لشارع المطار ما زي الاستهداف اللي حصل لام درمان زقلونه ما حصل لها الكلام ده ده اللي ضربوه انت انت بتشوف التاتشر واقف قصادك رباعي بيضرب في الشباك بتاعك دايرينك انت ومرتك وهيقتلوك تمرك تخليهم ولا فانت مركت مشيت مصر جيت بعد داك ما تجي تقيس وطنيتك لانه انت حرستها انت ربنا سبحانه وتعالى اداك القوه واداك الصبر تجي تصندد ما تجي عير الكلام ده احنا في السلوك خايف من انت اصرفه طبعا ما خايف الناس متخوفه انه الناس هتتغير سلوكها والاجتماعيات والسودان ما بعد الحرب الناس على دين ملوكها ده حاجه ما تخاف السلوك اللي حيتغير بعد الحرب والمرشدين وعاهرات الدعم السريع والبيوت اللي اتفتحت لا لا ده ما تخاف ما تخاف والله ما تخاف اوريك نموذج تذكروا جبره جبره كان فيها بغالات حق فلسطينيين علاقتنا معاهم طيبه جدا والناس شايلينهم في رئيسينهم اول من البشير مشى جا حمدوك قاموا بلغوا في ديل جابوا لجنه التمكين وجابوا معانا جهاز الامن والدعم السريع قالوا ديل الارهابيين ماسكين لهم طفل في لجنه التمكين مصورينه عمره 10 سنين اللهم اني ابرا اليك مما فعلوا اللهم اني ابرا اليك مما فعلوا ده الطفل ده كان عندهم الفلسطيني اللي عن بيت الله ده حمدوك ومشروعه طوالي قلبوا لا لا ارهابي كيف يدوا جوازنا كيف يدوا الجواز يا اخي انا كنت جيران وانتم كيف يدوا الجواز حقنا فلسطينيين ماكلين ما البلد ديل كلهم ارهابيين جايبين لنا تعال تعال جاي جنبنا فلسطيني دي مرته فلسطينيه طردتوا محمود الحسنات نعم انتوا طردتوا محمود الحسنات كان بإمكم في الصلاه فاتحين بيوتكم تتباروا وتتسابقوا من اللي يعزموا فطور ومن اللي يعزموا غدا دي طوال وديتوه لجنه التمكين الناس على دين ملوكها حاضر والسلوك والبيحصل بيحصل ده بيتغير بيتعالج فاحنا اليوم ذاك تكلمنا عن مرحله الوعي بيظهروا الناس حسي بيشوشوا على الناس و... وهم على حق لا لا هذا كله بيتبلع يا زول ما تخاف ما تخاف الحق ما واضح لما نيجي الحق بيجي جاهز احنا تكلمنا مثلا نموذج هل في 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 حكومه البشير دي مش كان في نظام عام وفي النظام العام ده البشير فتح مراكز المساج في العمارات وده في زمن لا اله الا الله والشريعه مشروع ده جابوا البشير ذاته الناس ما كان متقبلين المساله دي شارع النيل ده الناس مش عشان النظام العام لكن سلوك ضميرك الجوه اول من مشى النظام العام ثاني يوم البيت بس جارته في الشارع يا زول انت من ما كنت محجبه لا لا الشغل ده فكه هو موضوع يفكه شنو يا زول الفكه شنو فالسلوك بيتغير برجع تاني حسي الحرب دي بتنظم الحاجات دي كلها، والله ما تخاف ما تخاف الناس على دين ملوكها احنا احنا حسي في مرحله الوعي، ما هو انا قلت الوعي يعني شنو؟ فكره في عالم افكارك بتجيبها في سلوكك بتبقى نمط حياتك نعيد تاني، فكره دورت في راسك اسمع انا ما عملش شعري بوب. الله يا اخي كويس خير عملت بوب بدا يطول شويه بعد شويه بقى في سلوكك والله يا مع يا يمشي كدا. 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 ماشي كده رأس يا معلم ما عمل لا دق يا صاحبي يمشي كده 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 ماشي كده يا صاحبي بعد شويه بقى نمط سلوك حياتك لازم يلبس العلم بتاع الراستفاري يا مان انت ماشي برضه كده 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 راستفاري فكره بتبقى سلوك بتبقى نمط حياه انا ما بمشي الا مع الراستفاري في رديا يا صاحبي كلنا بوب 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 حاضر جزء تاني دخلت المسجد سمعت شيخ خزين بيقرا بعد شويه رمضان الاول قمت قصرتها بعد شويه خليت البوب بتاعك ذاته اسمع انا يا معلم ماشي ليش خلمين حاصل شنو يا من بوب بوب انا ماشي ليش خلي يا صاحبي فعل يا صاحبي شغل بتاع دين يا صاحبي ها أه؟ يا انا فنان اي لكن شنو قال لك ذكر تمام صلاه ما مشكله ففي عالم الافكار ده انا ممكن اغير لك في الفكره دي ايوه اوريك انه الفكره دي غلط وهتوديك لحتة غلط وانت ممكن تعمل حاجة احسن الحاجة الثانية برضو سريعة انا أخذها. عشان الناس تطمئن اكتر يعني تاني 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 في حاجة في عالم الافكار اطمنك ما تخاف والله ما تخاف والله ما تخاف الحرب دي يا اخوانا بتظهر المعدن الحقيقي برضو في فكرة تانية يعني اقرب ليك الموضوع بتاع عالم الافكار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفكره طشت طشت الفكره دار اقول شنو احنا كنا وين يا عيال انتوا لسه في محمود على الحسنات ها اللايف ده متاخر عجيب ايه الطريق ال... أم روزة قالت طول اللايف ما شاء الله خلص نكفي أم روزة على حسي